السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المشاهدين القيالين، لاباس عليكم؟ صحه لاباس، نتمنى تكونوا مزيانين. اسمحوا لي تعطلت عليكم بزاف، كنت عيانه وشكرا اللي كيسقص عليا. دابا اليوم غنقدمكم واحد، نعدل واحد اللي كنقول علاش نشارككم كلشي معايا. عندي هنايا الشفلور، غنقطعو ونسلقو في الماء، نعدو البيطات. عندي هنايا الجنوحه غسلتهم ونقيتهم وعملت لهم الليمون. دابا نبدا معاكم. هنايا عندي مغروفه ديال البزار، بزار اسود، خرقوم، شويه فلفل حمراء، كيجي مزيون، ملحه. هذه هي البصله حكيته، هذا الراس ديال التو، كيجي مزيون، شويه زيت، زيت الزيتون، غنعمل شويه ديال زيت الزيتون، تشويش، طبعا نحرك هاد كامل التشاميله مع بعضياتها، كتجي مزيونه، كتجي في الفرن كتجي هائله، كتجي واعره. طبعا نشاملو، ما كنعملهم شي ربع، كيجيو غزله في الفران، واللي بغى يقليهم يقليهم. شكرا اللي كيداعمنا. شكرا اللي كيداعمنا، شكرا بزاف اللي كتدعمونا وكتعاونونا، وصلنا الف. الدعم ديالكم وصلنا الف، الف مشترك. نزيدو قدام ان شاء الله يا ربي. دابا شرمتهم كاملين، غندخلهم الفران وبقاو معايا تشوفوا المقادة تاع الاخر. دابا عندي الفران، دابا تشوفوا راه انا نقيه، غنقيه وغنسرق شويه في الماء ولا بخروه اللي يعجبو كل واحد وهاديك ديالو. كيجي مزيون، كنقطعو هيدا اليوم رخيص تبارك الله، هذا الوقت ديالو كيجي مزيون. كنقي منو ديك اللي غمان شويه ولا هذيك، وهذا دغيا كيقبح دغيا، مكيبقاش بزاف كيصبرش هذا، واخا كتعملو في نبيله والو. شتو دابا كيرجع بيض، خصو كيرجع عيد بيض، تحيدو ديك الوجه المجه، كيجي واعر وزال كيجي. دابا عندنا نسلقو في الماء شي فلور ديالي، توا سلقتو، غنعمل واحد التومة محكوكة، الروية ديال التومة حكيتو، غنعمل البيضات، البيضات لا حسابيش الواحد. طبعا غنعمل جوج ديال البيضات، كيجي مزيون كيجي غزال. شي فلور صدق لي سلقتو بشويه ديال الملحه، غنعمل شويه ديال الحمراء، الفلفل الحمراء، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، نطلق هاديك مزيان. الفلفل الحمراء كيجي مزيان كيتحمر، بس دغيا كيتوجد دغيا. دابا غادي نعدل له الكربيطه، الكربيطه ديالو كتجي بساله. دابا شي فلور غنعملو هيدا، شوف كي كيجي، هيدا غنزلو فوق مع ديك الجداد، غنقليه شي في الزيت. غنعملو كامل هيدا، غنشرب هاديك الجداد عندي دابا في الفران، جبتهم الفران، شوف كيف كيجي مفران، كيجي محمر غزال.
راه هادشي في البلا ما نعملو لا في المقله لا حتى شي حاجه، كيجي مزيون. تمام شي الفران نسيب هذا اليوم بيضات هنايا، طبعا هاد لوفا الفران عاود يتحمر وداك هادشي فلوط يتحمر كيجي مزيون محمر. هاد بلاطو جبتو من الفران، شوفو البلاطو ديالي كيف جا، كيجي بلاطو غزال. شوفوا البنات عملت واحد الحره، عملت واحد مطيشه تعسلات جات غزاله معسله، وشوف لوشي كيف كيجي، كيجي مزيون كيجي غزال في الفران، كيجي محمر كيجي غزال. دابا انا ساليت البلاطو ديالي، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي اليوم، وشوف لو كيجي مزيون في الفران، كتعدل البيضات كيجي مزيون، نتوما شفتوا معايا الطريقه كيجي مزيون. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، من ابوني ومن جيم، وشكرا اللي كتدعمونا، تلقاو فيديو